في شهر سبتمبر سنة 2015 كانت أول مرة أزور فيها دبي، كنت جاي سياحة لمدة 10 أيام. حبيت أكلم واحد من أصدقائي عشان أروح أزوره، اتصلت بيه وكلمته وبعت لي اللوكيشن، رحت له وقعدت معاه، فضلت خانقه شوية ومضايقه لغاية ما خلص شغله وحصل اللي هشوفه في الفيديو دلوقتي. وحشني يا صاحبي. يا صاحبي انت ساكن فين؟ انا ساكن في حته اسمها الديره كده. احنا كده هنعدي على سالك. بص يا صاحبي، انا راجل سالك وبحب الراجل السالك اللي زيي، فسكه ابو زيد كلها مسالك. يلا توكلنا على الله، سالك سالك يعني. تعرفش يعني ايه سالك؟ طبعا اعرف يعني ايه سالك يعني، انا راجل لافف في العالم كله يعني. بص يا باشا، سالك دون لما بقت الدنيا زحمه كده والعربيات كتير وبتاع، انت عايز تفلت بقى، فتطلع الكوبري بتاع سالك ده يعديك من الزحمه. صح، البصمه البصري دي، ده التجويد بقى بعين باشا. خد مني يا باشا، تعالى اوريك سالك. تضحك ليه يا عم؟ توريني يا عم سالك، وريني يا عم. يلا بينا على سالك. يعني مشروع سالك من المشروعات اللي شفتها وانبهرت بيها في دبي. طبعا في دبي ممكن تشوف حاجات كتير جدا تبهرك، واستخدام التكنولوجيا في جميع مجالات الحياه، لكن استوقفني المشروع بتاع سالك لان المشروع بصراحه مسهل امور كتير جدا على الناس وخافف من درجه الازدحام. سالك هو عباره عن مشروع قومي قامت بيه حكومه دبي، تم افتتاحه في 1/7/2007. المشروع ده هو الغاء التعريفه المروريه عن طريق التعامل مع البشر، ان الموضوع كله يبقى الكتروني. العالم ويليام فيجري اتولد 21 يونيو سنة 1914 وتوفى في 11 أكتوبر سنة 1996. ويليام فيجري هو أول عالم توصل إلى كيفية عمل جهاز يخلينا نستغنى عن إن احنا نقف بوابات رسوم التحصيل وندفع بالكاش ويبقى الموضوع إلكترونيك. ويليام فيجري كندي الأصل، حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد. أول ما قدم المشروع بتاعه كانت سنة 1959، كانت أول دولة تطبق النظام الإلكتروني في تحصيل الرسوم كانت إيطاليا سنة 1986. من بعدها على طول كانت النرويج سنة 1989. بعد إيطاليا والنرويج بدأت دول تانية تقدم المشروع دون وإن هي تبحثه وإن هي تشتغل عليه، زي أمريكا، زي بعض دول أمريكا الجنوبية، زي اليابان، سنغافورة، وكانت دولة البرتغال كانت من أكتر الدول اللي طبقت النظام ده على جميع الأمور اللي عندها، زي إنك ممكن تتنقل بالمواصلات عن طريق نفس الكارد، الوقود إنك تعمل وقود في محطات الوقود برضو بطريق نفس الكارد. طبعا من مميزات العمل بنظام تحصيل الرسوم الإلكترونية إن هو بيقلل الفساد، يعني تكون انت شغال مفيش مجال انك تحط الفلوس دي في جيبك لان هي بتروح اوتوماتيكلي على البنك. تاني حاجه بتخلي الموظف المرتشي او الموظف اللي مش مظبوط ان هو ممكن يعدي حد، عشان هو بس مجرد ان هو يكون معرفه معاه او ان هو يكون قريبه، يعديه من غير ما يدفع الرسوم او ان هو يختار مين يدفع ومين ما يدفعش. دي طبعا مش موجوده ومفيش اي استثناءات لان الكمبيوتر مش هيفهم مين ده ومين ده. يعني باختصار النظام ما بيفرقش ما بين الاشخاص وما بين العربيات الا اذا كان مبرمج على حاجه معينه. لغايه يومنا هذا في دول عامله نظام حرات، اما بتخش على بوابه الرسوم المروريه بتلاقي حارات. في حاره هتلاقيها للي بيدفع الكتروني، وحاره للي بيدفع بالكارد بالفيزا كارد، وحاره للي بيدفع كاش. وده ليه؟ لان هم لسه ما عمموش الفكره على جميع السيارات، ولسه ما عمموش او الزموا الناس ان هم يتعاملوا فقط بنظام التحصيل الالكتروني. طبعا من مميزات التحصيل الالكتروني بيقضي على الزحام، بمعنى انك وانت ماشي بالسياره بتاعتك مجرد ان هو لقط بس الرقم الكارد بتاعك هو كده اوتوماتيكلي حصل منك الرسوم، ان الرسوم بتدفعها وانت ماشي على سرعتك العاديه. المشروع لما بدا في الدول بدات ان هو يلزمك انك تيجي تهدي عند البوابه لسرعه اقصاها 30 كيلو عشان يلحق الجهاز ياخد ارقام او الباركود بتاع الكارد بتاعك، لان ساعتها كانت الاجهزه قديمه والكاميرات قديمه والحساسات قديمه.
لكن دلوقتي التطور اللي حاصل انك ممكن تبقى ماشي على سرعة 120 كيلو 140 كيلو وتحصل الرسوم عادي جدا. المشروع دوان طبق في الامارات كأول دولة عربية تطبق هذا المشروع، وما زال الى يومنا هذا جميع الدول العربية بتقوم بتحصيل عن طريق الكاش، الا دولة المغرب اللي بدأت بالفعل تطبق مشروع جواز. هو عبارة عن كارد بتشتريه وبتحطه في السيارة بتاعتك وبتعدي عن طريق البوابة بس بسرعة بطيئة شوية وبتحصل منك الرسوم. تحية لدولة المغرب ان هي بدأت تطور من نفسها، وطبعا بتمنى اشوف المشروع ده في جميع الدول العربية لانه بيسهل كتير جدا عن عملية الازدحام اللي بتحصل، وانك تبقى ماشي في طريق وتبتدي كل العربيات تهدي وان هي تقف وتعمل زحام والكلام ده كله. احنا مش هنشوف كل دون بمجرد انك تطبق مشروعات زي مشروع سالك، انك تحصل الرسوم بتاعتك عن طريق الكتروني. في مشروع سالك تقدر انك تشتري كارد من جميع محطات البترول تبع لشركة ادنوك، وفي اماكن برضو بتبيع كارد سالك. بتشتري الكارت تلزقه على زجاج السيارة الأمامي، بعدين بتشحن الكارت الرقم بتاعك بتشحنه عن طريق كروت شحن زي الموبايل بالظبط. الكارت اللي انت حاططه في السيارة ليه رقم وبتشحنه بكروت مسبوقة الدفع. الكروت دي بتقدر تشحن كارت السيارة وتقدر تمشي بيها، تقدر تعرف القيمة اللي خصمت منك، التاريخ وساعة المرور بالظبط بالثانية، تقدر تعرف عدد البوابات اللي عملتها في الشهر، المبلغ المتبقي، وكل شيء تفصيلا بيجي لك عن طريق التطبيق. وعن طريق الرسائل بيبعت لك رسالة تحذيرية بيقول لك انك لازم تشحن لانك عديت على بوابة بدون ما يكون عندك رصيد، فبتطبق غرامة في حالة انك ما شحنتش الكارت في خلال 5 ايام من مرورك على البوابة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو كنت لسه ما عملتش اشتراك في القناة فياريت تشترك في القناة، تدعمنا باللايك وتشير الحلقة مع اصحابك، ولو عندك اي تعليق ولو عندك اي فكرة فيديو جديد ياريت تسيبها لنا تحت في الكومنتس، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.